الأنشطة المنظمة هنا بالمقام الثقافي لمؤسسة الحسن الثاني المغاربة المقيمين بالخارج، نظمنا هذا العرض ديال الفيلم ديال المسيرة الخضراء للمخرج يوسف بريطل بحضور الممثلين القاطرين محمد خوي ومحمد شوبي. وهذا العرض هذا قمنا به للأطفال المغاربة المقيمين بالخارج باش نعرفوهم بالمسيرة الخضراء بهذا الإنجاز اللي قاموا به المغاربة وتعلقهم بالصحراء المغربية، وأيضا لأن المقام الثقافي لأن من بين الأهداف ديالو هو التعريف بالمغرب وبالتاريخ ديالو وبالتقاليد ديالو، وحنا قلنا أن أفضل طريقة أننا نعرفوا هاد الأطفال بهاد التاريخ هو أننا نديروا هاد العرض ديال المسيرة الخضراء، وكيف ما شفنا كان تلقوها بقبول وعجبهم، وأنا أكيد أن أي واحد اللي فهم كاين بزاف ديال الأطفال اللي عجبهم الفيلم كيفاش شوفوا من العنوان دياله والمسيرة فهو تيتكلم على أحد القضية اللي كل المغاربة كلهم تعرفوها وحادث اللي كلش المغاربة تعرفوه، وأنه المغفور للحسن الثاني اللي كان مول هاد المبادرة هادي، وهي مبادرة كانت جميلة جدا ورائعة وخلت المغاربة أنهم يعيشوا واحد اللحظات اللي تاريخية وغتبقى دائما عند المغاربة من جيل لجيل. لهذا الفيلم هذا هو اللي جميل، هو أنه غيبقى للأجيال الأخرى، وأنه وثق الواحد الحدث اللي هو المسيرة الخضراء، وغادي أي جيل غادي يبقى يشوفوه إن شاء الله كيفاش جدودهم كيفاش عاشوا كيفاش حاروا الصحراء وكيفاش رجعنا الصحراء وكيفاش كل المغاربة كانوا يد وحدة وكانوا قلب واحد من أجل إرجاع الصحراء المغربية للوطن ديالها. وحنا فرحانين الآن لأنه تنشوفوا التأثير ديال هذا العمل هذا على هاد الناشئات وهاد الأطفال اللي جاوا، فشفتوا كيفاش أنهم تبعوا الفيلم من الأول حتى الأخر. حنا كجينيراسيون اللي حضرنا وكنا صغار، يعني كنا في لاج ديال 16 عام 15 عام، بالنسبة لنا ملحمة انتقلنا منها الملاحم أخرى اللي كنشوفوها الحمد لله دابا في الأوراش الملكية والأوراش ديال المغرب الجديد والحديث، اللي في الحقيقة شنو كيتلاقى مع بحال هاد الشباب بحال هاد الأطفال اللي هما تيوليو سفراء ديال هاد الشيء اللي كيوقع هنايا في هاد البلاد، واللي كاين اللي كيعرف عليه شي حاجة، كاين اللي الآباء ديالهم ما تيعرفوا والو لأنه تزادوا مورا المسيرة بزاف، كاين اللي هاجر يعني في واحد لاج معين ودار وليدات. دابا هاد الأطفال هادو كلهم بالنسبة لنا حنايا هما قيمة مضافة للمغاربة. فيلم المسيرة الدور ديالو هو هذا، هو أنه يوصل الحكاية للأطفال الأجيال الصاعدة، خصوصا اليوم حنا كنتواجدوا في المركز السوسيوثقافي قنيطرة ديال الفونداسيون الجالية بحضور أكثر من 200 طفل جاوا باش يتقاسموا معاهم هذا الفيلم، وهذا هو الدور ديالو. الفيلم دور ديالو هو نوصلوا الرساله للاطفال والاجيال الصاعده باش يعرفوا تاريخهم، باش يعرفوا كيفاش جدودهم والاباء ديالهم استرجعوا الاقاليم الصحراويه المحتله من يد الاسبان، كيفاش في 1975 الوقت اللي كانت الحرب هي اللي كاينه المغفور له الحسن الثاني فكر فكره عبقريه، 350 الف مغربي لبوا النداء ديالو ومشاو مسلحين غير بالاعلام وبالقران باش يسترجعوا الاراضي ديالنا. ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريده العالم 24.